ما تبتسم كذا حسب شلون تشكل شلون تشكل اللي يسميه الريزيرفوار شلون تشكل المكمن هذا عاد انت تروح على المكمن هذا يعني مثلا في الشمال في مناطق يعني عمق بسيط وفي مناطق عمق عالي بالضبط حسب العمق الله يسلمك. هي شرح مهندسة حفر في أوسي. أهلا وسهلا. قليلا ما نجد إن المرأة تكون موجودة في موقع زي كده. إيه أكيد طبعا أكيد الواحد يواجه صعوبات في الموضوع من البداية. يعني خصوصا بداية موضوع أول ما الواحد يدش قسم الحفر وقليل ما تسمع إن في بنات بهالقسم يصير تخوف من البداية. يقولوا لك أول شيء إن بيودونك الحقل وبتشوف هناك وفي مخاطر كذي. بس مع الدورات اللي يعطونك اياها قبل تي الحقل ترتاح نفسيا يعني لان في سيفتي حق الكل سواء المراه ولا الرجل تام يعني ولما اول مره يجيبونك اياها طبعا يصير في كميه كبيره من المهندسين الخبراء وياك يعلمونك على شيء في البدايه يمكن تواجه صعوبه لان شيء جديد عليك بس يوم ورا يوم تتعلم ويصير الموضوع بسيط يعني نشكرك يا مهندسة شكرا ما تقصر ونأكد دائما على ان احنا الكويت اولا ان شاء الله شكرا ما تقصر يعني اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد التقرير الحقيقه تقرير يعني انزلنا النفط رحنا حق البرقان الذي انشئ سنه 1938 تقابلنا مع المهندسين ما وراء النفط الحقيقه رجال سواعد كويتيه اصيله لها قوه فكريه وعقليه وسواعد يعملون ليل نهار لتنميه هذه البلد. معنا ومعكم اليوم الخبير في العلوم الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية السيد صادق الزيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ شرفتنا أبو زيد الله يحفظك دعنا نتحدث عن النفط النفط اليوم هو المورد الوحيد للاقتصاد الكويتي صحيح. وهو يعتمد في أو الميزانية تعتمد عليه 95% تقريبا صحيح وهذه مشكلة كبيرة أن النفط عندنا هو المورد الرئيسي والوحيد للاقتصاد الكويتي للأمانة في السنوات السابقة كلها كنا نتأمل أن يكون لنا مصانع أو صناعات لمشتقات هذا البترول إحنا عندنا بس التكرير نبيع بنزين ونبيع البترول الخام يصنع خارج ويجينا فضلا عن هذا الدراسات اللي قاعد تعمل على وتطوير الكوادر للبترول جدا ضئيلة احنا المفروض اقل ما فيها يكون عندنا مؤسسه علميه لصناعات البتروليه صار لنا 60 سنه ننتج البترول ما عندنا مصنع فعلي لمشتقات البترول هذه ان نستفيد منها اللي هي الصناعات التحويليه طبعا الصناعات التحويليه وهذه الصناعات التحويليه تأخرنا ما تاخرنا احنا نكاد نكون معدومين في هذا الموضوع يعني مو تاخرنا كثير 60 سنه احنا ننتج بترول تقريبا وللحين ما عندنا مصنع فعلي للصناعات البتروليه بصوره جاده يعني ازاي 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 نفعل الخطه التنمويه وازاي نؤكد على وجود صناعات تحويليه حقيقيه على ارض الواقع بصرف النظر على ان الدول سبقتنا او الدول او احنا تاخرنا دعنا نبدا البدايه في شباب الكويت شباب الكويت اعتقد قادر انه يخوض هذه التجربه واحنا اعتقد في مجال البترول جربناهم مره من المرات في اطفاء البترول سنه 90 وكان عندنا فريق كويتي لاطفاء البترول على ارقى مستوى من الخبره لان هذا شغلهم هذا مكانهم عطى الثقه مده ذلل الصعوبات راح تشوفه راح ينتج ويبدع في هذا الشيء احنا في 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 من مشتقات البترول شيء بسيط عندنا اللي هو البلاستيك البلاستيك عندنا بلاش بالكويت احنا دوله مصنعه ونستورده من برا بتكلفه عاليه بعد ما يصنع احنا نبيعه رو ماتيريال ماده خام ويجي لنا بلاستيك باغلى اثمانه ليش ما احنا نصنعه هنا ايه اللي يمنع ان احنا نصنعه هنا
اعتقد البيروقراطيه والقرارات اللي الواحد لما يروح يبي يسوي اي مصنع او منتج صناعي يتفاجئ في قرارات وعراقيل جمة لين يقدر يمكن يبدي بمشروعه او يقتل مشروعه قبل لا يبدي فيه. طيب ايه هي القوانين الاقتصاديه الضروريه التي تراها في الوقت الحالي غائبه عن الكويت؟ والله احنا عندنا خطة التنمية اللي وجدت الحين طلعت من اقروها وصارت واستوت وطلعت من مجلس الأمة الى السلطة التنفيذية، مجلس السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. في احد قوانينها هذا اللي مغيب وعلى اساسها اقيمت هذه الدراسة هو التجديد للقياديين او عدمه، اللي هو مبدأ الثواب والعقاب. تمام. مبدأ الثواب والعقاب نشوف قبل كم يوم القياديين كلهم جددوا لهم وخطة التنمية مشت باع كبير وهي متأخرة كثيرا. تمام. والقياديين لا زالوا على رأس عملهم. المال موجود والكويت ما حد يختلف عليه، ما في اثنين يختلفون ان الكويت دولة فيها خيرات الكثير، لكن ناقص الحين شيء واحد، الكوادر اللي تمشي هذه الخطة التنموية. هل هالكوادر على كفو قادرة انها تمشي؟ هو الكوادر موجودة، لكن اعطاء الفرص للكوادر اللي تعمل، اعطاء الفرص للكوادر مهم جدا اللي تعمل، وتدريب الكوادر مهم جدا وتأهيلها مهم جدا، ولكن في هناك يعني ملايين تصرف على تأهيل الكوادر. يمكن ملايين تصرف عليهم مو في الجانب الصح، وحتى لو يبنى احنا في كل مجال، في كل مجال، في الطب، في الدراسة، في التدريس، في الرياضة، في الصناعة، لما نجيب لنا الكوادر الكويتية اللي نصرف عليها البلد تصرف عليها وتتعب عليها وتوديها برا، تيجي تسلبها كل حقوقه، كل ما مسلب الإرادة، ما يقدر يسوي، يتفاجأ في قوانين بيروقراطية في العمل ما يقدر تطبق اللي تدرسته واللي تسويته، ما يخليك. موضوع الرئيس والمرؤوس، الرئيس والمرؤوس، ما انت رئيس، انا على عيني وراسي انت رئيس اداري، لكن انا انسان فني، انا درست وتعلمت هذا الموضوع شلون يمشي. تمام. النقطة المهمة هنا، هل عندما ترى الكويت من الخارج وانت يعني تشاهدها كدولة وانت على حد او على مسافة بعيدة منها، هل تراها زراعية أم تجارية أم صناعية أم إنها تحتاج لرؤية لتحديد هويتها الاقتصادية؟ والله أنا ما أقدر أنظر إلى الكويت إلا من داخل الكويت، لأن أنا شخص كويتي صراحة، وهذه البلد عشنا فيها وتربينا فيها، وأنا شاهدها الثلاث بل الأربع مجتمع. الكويت بإمكانها تصير صناعية، بإمكانها تصير زراعية، وإمكانها تصير اقتصادية على موقعها. احنا درسنا يمكن واحنا صغار الموقع الجغرافي للكويت، الموقع الهام للكويت، وموقعنا في قلب الوطن العربي. طيب. كان قبل يربط بين تركيا وبين البحر الخليج والهند. الحين وين الموقع الاستراتيجي اللي ما قاعد نهتم فيه؟ وخاصة أنت عندك تجارة بينية بين الدول مفترض أن تفعلها. طبعاً. وأنت النهاردة في موقع جغرافي استراتيجي تربط ما بين العراق ودبي ودول عديدة. صحيح. فموقعك الاستراتيجي لابد استغلاله. استغلاله. هذا. لماذا لم نستغله؟ يمكن من المشاكل والصراعات اللي دارت قبل فترة ولا زالت وقاعد أشوفها كلها صراعات بين دول الجوار. هذه يمكن يخليك شوية تأخذ منحة ثاني. تمام. من الموقع الاستراتيجي، يعني احنا يمكن جارنا العراق كنا نعده جار، لكن اول واحد طعنا، فصار في عندنا اعتقد ردة فعل بهذا الموضوع، ولو من التحفظ. بالضبط. تحفظ بهذا. بس في وجود تحفظ انت محتاج الى تنويع مصادر الدخل. الاعتماد على مورد واحد وهو النفط خطأ كبير صراحة. موقعك الجغرافي والاستراتيجي، هناك مواني، هناك جمارك، هناك مطار، هناك كل المقومات اللي تعطيك الميزة وتعطيك فوائد، لماذا لم تستغل؟
هذه مشكلة كبيرة. خطة الدولة لازم ننمي الفرد فيها لاستغلال هذا الموضوع. احنا ما عندنا غير هالبترول ننتجه، ما نبي زراعة، ما نبي تجارة، خلينا نستغل هذا البترول ونطلع من المشتقات. وين المال يكون في زراعة؟ وين المال يكون في تجارة؟ وين المال يكون في صناعة؟ استاذ في المصري بيقولوا مش من اول ما شطح نطح. خلينا نبتدي في الصناعة، في صناعة البترول اللي هي موردنا الأساسي اللي عندنا موجود متوفر تحديدنا. بس خلينا أتحدث بلسان الدولة. الدولة تقول حددنا مناطق صناعية في سبحان وفي العرضية الصناعية وفي مناطق عديدة، وأعطينا تسهيلات للمصنع، ولكن المصنعين غير جادين. والله يمكن أنا هذا الكلام ينقال، لكن الواقع في أنا عندي تجربة في هذا الموضوع، تجربة مريرة يعني. والواقع كان خير برهان إنه ما نقدر نسمعها ممكن. في إحنا عندنا المشتقات البترولية هم كذلك. عندنا كان في سنة 94 ما كان عندنا كاسيت في الوطن العربي كله. كان الوطن العربي يستورد الكاسيت من اليونان أو من اليابان. الكاسيت اللي هو التسجيل، الكاسيت التسجيل أو السي دي، أو السي دي كاسيت الفيديو والسي دي كل كان يستوردها من اليونان أو من اليابان. اليابان طبعا تأخذ منا البترول وتطلع البلاستيك وتصنع لنا وتي. أنا قلت لهم يا جماعة ما أبي البترول هذا من الكويت، مع أن عندنا بالكويت موجود. طب معنا مكالمة من دبي ناخدها. تفضل. سيد محمد الشطي يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. هلا بيك. محمد الشطي الخبير النفطي، الحقيقة أنت شرفتنا، وإحنا بقالنا فترة جايبينك من دبي دلوقتي. حياك الله. إلى أي مدى ستظل الكويت تعتمد على النفط كمورد أوحد؟ هو طبعا بدون شك الله سبحانه وتعالى حب الكويت بالنفط، والنفط موجود بعقود وعقود بخزان يعني مخزون واحتياطيات كبيرة. لكن كأي دولة النفط يعني طاقة ناضبة ناضبة، فالمفروض أن نبحث عن بدائل أخرى أو أشياء مكملة على مستوى العالم. تدري كان في مؤتمر أو منتدى للطاقة في الكويت، كان من جملة الأشياء التي بحث فيها المجتمعون هو تطوير الطاقة سواء المصادر الإحفورية أو الطاقات المتجددة من أجل لإيقاف احتياجات الطلب في المستقبل. تمام. تأخرنا كثيرا في الصناعات التحويلية على النفط. والله أعتقد كلام صحيح، وأنا أعتقد المفروض الآن نستغل الوضع والأسعار العالية على الأقل لتطوير صناعة تحويلية، صناعة بتروكيماويات من أجل إكمال يعني عدم على الأقل التخفيف من الاعتماد على النفط في الوقت الحاضر. البعض يتخوف من دخول الشركات الأجنبية داخل القطاع النفطي، والبعض الآخر يقول أن الخلافات داخل القطاع النفطي أدت إلى بعض التراجعات في السوق النفطي. شوف أنا بالنسبة لموضوع الشركات الأجنبية داخل الكويت، أعتقد هي من المواضيع المهمة التي يجب أن تبحث بشكل يعني جيد وجدي، لأنها في النهاية تصب في تخفيف من الاعتماد على النفط. الشركات الأجنبية لديها النوهاو اللي هو المعرفة، لديها المعرفة التقنية، لديها التقنيات. الكويت لديها الاحتياطيات ولديها الأموال، وبالتالي يعني win-win situation، معادلة جيدة من أجل يعني حتى من أجل تطوير صناعات مكملة وصناعات تحويلية وصناعات بتروكيماوية تدعم النفط. فأنا أعتقد وجود واستخدام الشركات النفطية الأجنبية داخل الكويت ضروري جدا. هناك سؤال مهم جدا سيد محمد الشطي، لماذا لم يتم التنقيب داخل البحر وهو من اهم العوامل التي تدعم القطاع النفطي وتدعم القطاع البترولي؟ يعني اعتقد في النهايه في هذا الموضوع طبعا يعني قد يحتاج الى يعني يحتاج إلى شركات أجنبية إلى جانب اعتبارات أخرى. الشركات الأجنبية ما زالت متخوفة من دخول القطاع النفطي، لأن بعض القيادات ترفض دخولها تخوفا من العبث في التنقيب. والله أنا ما يعني أنا رغم أن الشركات الأجنبية تملك من التكنولوجيا
ما يعزز القطاع النفطي. هذا هو يعني.